مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في كل مكان في هذه التغطيه الخاصه. الحقيقه كتير مننا بيسمع عن اعراض البرد المنتشره بشكل كبير هذه الايام، والبعض يمكن ما يعرفش يفرق ما بين الاصابه بمتحور اوميكرون وما بين دور البرد العادي. طيب امتى نعرف اننا خلاص يعني اصبنا باوميكرون؟ امتى نعزل نفسنا؟ وامتى كمان نعرف انه يعني دور برد عادي؟ على كل حال احنا علشان نعرف مزيد من التفاصيل بينضم الينا الان عبر الهاتف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه الوقائية، علشان نعرف كل التفاصيل وأيضا الأعراض وتلقي اللقاحات. يا دكتور محمد، بحضرتك معانا يا فندم في التلفزيون بقى. اتفضل يا فندم. أهلا بيك. يعني إزاي أعرف إني أصبت بمتحور أوميكرون يا دكتور؟ شوفي حضرتك، هو التشابه كبير جدا جدا بين الإصابتين، سواء إصابة ب فيروس كورونا بأنواع مختلفة، أو خصوصا المتغير او المتحور الجديد ده اوميكرون، وبين الانفلونزا الموسميه، لان طبعا هما الاثنين التهاب فيروسي، فالتشابه كبير جدا جدا. لكن عايز اقول حاجه، بما اننا في وباء كورونا وموجود المتحور، فيجب ان احنا يبقى في حذر شديد جدا على هذه الحاله، وهما الاثنين الحقيقه فيروسات معديه. فالواحد يجب ان يتعامل بشكل كبير جدا في هذه الاحتماليه، ويستشير احد اطباء المعالجين ليه على اساس ان هو لازم يبقى في نوع من عزل ووقايه واتخاذ الاجراءات العلاجيه المناسبه. نعم طيب، لكن حضرتك في كثير من الاحيان التشابه كبير جدا بين الاثنين. لكن ممكن نقول الاعراض الرئيسيه لمتحور اوميكرون، يعني ممكن نقولها في نقاط يا دكتور ولا صعب؟ في المتحورات السابقة الإصابة بالفيروس الأساسي كان بيبقى فيه بعض الأعراض اللي هي تشكك في الإصابة بالكورونا، من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، منها في بعض الأحيان تكسير شديد في الجسم، منها بعض الأحيان فقدان لحاسة الشم والتذوق. الحقيقة دي قليلة جدا أو شبه نادرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا أو مايكرون، وفي نفس الوقت بالإنفلونزا الموسمية. وهو ده اللي خلى، والأعراض بتبقى أبسط أو أقل بكتير قوي مع الأو مايكرون عن الفترات السابقة. فالحقيقة هو ده اللي عمل نوع من الخلط أو يعني صعوبة التفريق بين الاثنين. نعم. طيب هل ممكن يا دكتور حد يصاب بالبرد وأوميكرون في نفس الوقت؟ يعني ممكن تحصل ان الاثنين يجتمعوا في نفس نفس الشخص؟ في وقتين مختلفين، لكن يعني انت قصدك يبقى في خليط بين الاثنين مع بعض، يعني انفلونزا يعني ده واحد حظه وحش، معلش دي يا اخي هيصاب بالاثنين في وقت واحد. لكن هما الاثنين موجودين، يعني الفتره دي احنا في الشتاء وفي درجه الحراره بتنخفض جدا، والناس بتاخد من السخن للبرد او العكس. فالحقيقه الحالات دي موجوده، دي موجوده ودي موجوده. صحيح. طب امتى بقى يعني الشخص يعزل نفسه تماما، يحاول الابتعاد عن كل المحيطين بيه؟ لازم يا فندم، لان دي معديه ودي معديه. يعني الانفلونزا الموسميه معديه، بتنتقل ايضا بالعطس واللمس والكحه والكلام ده كله، والاوميكرون نفس الشيء، لكن الاوميكرون اكثر عدوى من الانفلونزا الموسميه. نعم. يعني ممكن يصيب عدد من الاشخاص الاخرين اكثر، وعلى هذا الاساس الاشتباه يبقى موجود ويجب ان نحتاط، واي حد يجي له دي او دي يبقى فيه نوع من العزل والعلاج، لان الاثنين امراض معديه. طبعا احنا بناكد دوما على ضروره اتخاذ الاجراءات الاحترازيه، ويعني محاوله الابتعاد عند الشعور باي عرض ولو بسيط، علشان طبعا نحافظ على صحه المحيطين بينا. خليني انتقل مع حضرتك يا دكتور لموقف اوميكرون من اللقاحات، لو حضرتك تطمن ايضا الساده المشاهدين. والله الحمد لله اللقاحات متوفره في مصر جدا. جميع انواع اللقاحات متوفره بكميات وفيره، وفي تدفق باستمرار مجدول لقاحات اخرى جديده بتيجي لمصر، وفي اقبال من المواطنين على اللقاح. نعم. سواء اللي خدوا الجرعه الاولى او خدوا الجرعتين، وايضا الفئات اللي هي المستهدفه بانها تاخد تطعيم من الجرعه المعززه او الجرعه الثالثه، بدا في اقبال عليها، وده طبعا بيساهم بشده في الحد من خطوره المرض.
نعم. طيب هل في أدوية جديدة لعلاج كورونا بشكل عام يا دكتور يعني سيتم توفيرها في مصر خلال الفترة المقبلة؟ طبعا هو الحقيقه في نوعين من الادويه او ثلاثه بالشركات العالميه، ومصر خدت حق التصنيع لهذه الادويه، عظيم جدا. والشركات المصريه عدد كبير من الشركات هينتج هذه الادويه، وهي ادويه الحقيقه بتستخدم في الحالات البسيطه اللي هي فيها حضرتك بعض الامراض الاخرى المصاحبه، والتجارب الكلينيكيه السريريه اللي في الدول المنتجه لهذه اللقاحات قالت انها بتقلل نسبه حالات الدخول للمستشفيات بعد الاصابه او الاحتياج او الرعايه المركزه، او ممكن تقلل الوفيات. فليها استخدامات معينه في حالات معينه، وهم دوائين ثلاثه لكن هينتجوا في مصر ان شاء الله. يعني دي عقارات يعني عن طريق الفم الى جانب اللقاحات طبعا. هي اقراص بتخص عن طريق الفم، لا ملهاش علاقه باللقاحات يعني سيادتك. هذه هي دي تاخد لحد اصيب بالكورونا او عنده حاله بسيطه، انما لا تغني عن اللقاحات ولا تغني عن الاجراءات الترازيه طبعا. طيب ممكن نذكر انه هناك موجه جديده من اصابات كورونا حاليا يعني في الفتره الحاليه؟ والله سيادتك فيه طبعا مع وجود الشتاء زي ما كنا بنتكلم شوية، ومع في زيادة في الحالات، وطبعا زي ما حضرتك قلت في خلط ما بين الحالات وبين حالات كورونا، لكن فعلا في حالات موجودة زيادة شوية من دول، وأيضا ملاحظ أن الحالات نتيجة للعدوى بتبقى عائلية، يعني كذا حد في البيت أو في العيلة بيصاب بهذه الإصابة. نعم. طيب أثني يا دكتور في رأي حضرتك هل تصبح كورونا مثلها مثل الإنفلونزا الموسمية؟ بلى يا فندم. هل ستصبح كورونا مثل الانفلونزا الموسمية برأي حضرتك كده؟ التطعيم ولا ايه يا فندم؟ بقول لحضرتك يا فندم في رأيك هل ستصبح كورونا مثلها مثل الانفلونزا الموسمية؟ طبعا هي بعد شوية يا فندم، وانا متوقع مع التوقعات العالمية على يعني بعد منتصف العام اللي احنا فيه ده غالبا هتبقى نوع من الفيروسات الموسمية التي تصيب الجهاز التنفسي او تصاب بالعدوى، وهيتم ان شاء الله حد من مخاطرها، لكن هي مش هتختفي تماما. نعم. على كل حال انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور محمد. اهلا بيك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا. مشاهدينا الكرام كان معنا عبر الهاتف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقائيه، عرفنا منه يعني ازاي نقدر نفرق او نعرف اعراض اوميكرون وايضا الانفلونزا ازاي وامتى نقدر نعزل نفسنا. كمان افكر حضراتكم في النهايه ان وزاره الصحه بالامس كشفت عن الاعراض الاكثر شيوعا للاصابه بمتحور اوميكرون، مؤكدا انها بتتمثل في صداع، رشح، ايضا شعور بالاجهاد، عطس واحتقان وجفاف في الحلق، وايضا ان هذه الاعراض بتعتبر الاقل شيوعا للاصابه بالاوميكرون وبتتمثل في الكحه، الرعشه، ارتفاع درجه الحراره، بينما الاعراض نادره الحدوث هي فقدان الشم والتذوق وايضا الم في الصدر وضيق في التنفس. نهاية بشكر حضراتكم طبعا، شكرا جزيلا، وبدورنا بنؤكد دوما على ضروره اتخاذ الاجراءات الاحترازيه سنة فورا يعني الشعور بأي عرض ولو بسيط من هذه الأعراض، حتى في حال يعني اعتقدنا أنها ممكن تكون إنفلونزا، وربنا يعني يحفظ الجميع ويحفظ شعب مصر بأكمله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطية ومتابعات جديدة على مدار اليوم. إلى اللقاء.